ستتم في هذه الأثناء إتلاف كمية كبيرة من المواد المحضورة والمهربة كالتبخ، الشيرة، المعسل والشاي والأرز. إن عملية الحرق تتم تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بواد دهب بمشاركة وتنسيق مع مختلف السلطات المحلية واللجنة القانونية المكلفة بعملية الإتلاف بالمطرح البلدي. وتهم هذه العملية 16 طن من الشيرة، 424824 علبة من السجائر، و16 طن من المعسل ومواد غذائية فاسدة التي تم حجزها من طرف رجال الجمارك والدرك الملكي والأمن ومختلف المصالح الأمنية. وتدخل هذه العملية في إطار محاربة تهريب المخدرات والتهريب بشكل عام، وتقدر قيمة هذه المواد ب 190 مليون ديال الدرهم. يأتي حضورنا اليوم لمطرح البلدي للنفايات بالداخلة في إطار الإشراف على عملية إتلاف وإحراق كمية مهمة من المواد المهربة والمحظورة التي تم حجزها خلال الأربعة أشهر الأخيرة من طرف مختلف المصالح الأمنية العاملة بمدينة الداخلة وكذا السادة أعوان إدارة الجمارك. العمل اليوم وهذه عملية الإتلاف هي مثابة تتويج للمجهودات الجبارة التي تقوم بها مختلف العناصر الأمنية العاملة بدائرة نفوذ هذه المحكمة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأمور التي نتلفها اليوم حوالي 190 مليون درهم. Thank you.